استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الجنبي مامادو تنجارة وبحث الطرفان خلال زيارة تنجارة للقاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي للفرانكوفونية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في ملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يتعلق بقضايا القارة الأفريقية وحرص وزير الخارجية على استعراض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ مؤكدا اهميه ان يخرج المؤتمر بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات ومن جانبه اشاد وزير خارجيه جامبيا بتعاون القائم في مجال الصحه والرعايه الطبيه وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الطبيه بما في ذلك تجهيز مستشفى جامبيا باحدث الاجهزه